المصيبة الكبرى أننا نودع الموتى ولا نعود إلى الله. مصيبتنا أننا كل يوم نشيع إلى المقابر جنازة، كل يوم يموت حبيب وقريب وجار وأبا وأما، لكننا لا نعتبر. سبحان الله، أما كان معنا قبل الساعة؟ أما كان معنا قبل الساعة؟ أما كان يأكل معنا؟ أما كان يتونس معنا؟ أما كان يشرب معنا؟ أما كان يلهو ويمزح معنا؟ أهكذا الدنيا؟ هكذا الدنيا بأبسط ما يكون، يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تسمع خبر موته، وماذا يقال؟ بالله عليك يقال قربوا فلان، ضعوا في القبر فلان، ضعوا في القبر الدكتور، ضعوا في القبر المهندس، ضعوا في القبر رجل الأعمال، ضعوا في القبر هذا الغني. لا، يقول قدموا الجنازة، هاتوا الجنازة، صلوا على الجنازة، اتبعوا الجنازة، خلعت كل الألقاب. الألقاب كلها خلعت، فما الألقاب تبقى ولا الأوسمة تبقى. إذا كنت تملك سيارة ضع أمامها أو في خلفها، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. في بيتك ضع في واجهة البيت كلما دخلت بيتك، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. ضع في جوالك، في خلفية جوالك كلما فتحت الجوال، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق.